السماء والأرض يا إنسان، وتهت بيك السماء والأرض يا إنسان. في حاجة جوا عروقي مخفية لها طعم جرح الملح طامل، في حاجة جوا عروقي مخفية لها طعم جرح الملح طامل. الحزن بالدنيا صراب فيا، انا بجري منه ولا بجري أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت سلام منك سلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. فين ابراهيم يا حاج عبد الله؟ تلاقيه لسه نعسان. قصدك تقول لسه سهران يا حاج عبد الله؟ مش معادته يعني ما يصليش الفجر. ما هو اصل معاد ظهور النتيجه بتاعته النهارده يا شيخ حامد. تلاقيه مش عاوز يورينا وشه من دلوقتي. يعني وش كسوف قوي يا شيخ يونس؟ ده احنا عمالين ناكل في روحنا وهو ولا هو هنا. اصله عارف نفسه يا حاج عبد الله. عارف نفسه انه هيعيد؟ لا، عارف نفسه انه هيطلع الاول زي كل سنه. ربنا يسمع منك يا شيخ حامد. يلا تعالى تعالى نفطر ونشرب القهوه وبعدين يحلها ربنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يا ابراهيم بتحكى يا رجاله؟ انت الله يا عم شيخ. طيب سلام عليكم. على فين يا شيخ يون؟ على داري يا عمري. مش هتفطر معانا؟ افطر مع ابو سعد يا شيخ حامد يا اولي. يلا يا
يا شيخ حامد. يونس اخويا ده هيموت وهو بيهزر، عمره ما عرف الجد ابدا. بصراحة اللي بيقوله يونس المرة دي عرف جد يا عمر. يا شيخ يا ساتر يا ربي يا ساتر. يا ساتر القهوة يا ام ابراهيم، وابعتلنا الشاعر. الفطار والقهوة يا ولاد. حاج عبد الله يا حاج. ايه يا حاج جمال؟ ابراهيم مش في فرشيته. ايه صحي بدري راح فين؟ ده ما بقتش فرشيته خالص. بيت بره يعني؟ ليكون علم بالنتيجة وعارف انه بعد الشر. يا وليه طولي بالك، النتيجة لسه ما بليتش حتى لسه النهاردة. استر يا رب. اسمع يا حاج، تبان ما تبانش انا عاوز اجوزه. اعمل معروف حتى عشان يبطل يقول له اروح مصر. وانا يعني متأخر؟ بنت عمه مستنياها من صغرها، بس هو يقول. ما انت عارف انه عمره ما هيقول جوزوني. زي حبة عيني ما يكون حاسس ان شكله. ماله شكله يا ولي؟ ابنك الوحيد في الجيهة اللي هياخد البكالوريا. بصراحة بقى يا شيخ يونس، هو برضو شكله يعني. ايوه يا اختي قولي. ماله شكله؟ قولي سمعي بنتك. النعماء اوليجها كل سنة. ادعي له يا ولي انه ينجح، ادعي له. ربنا يكرمه يا شيخ يونس. بنفس يا ولي بنفس. بقى مش احسن من بنتك اللي دايرة تدلعي فيها ليل ونهار. بقى في صبيه لسه ده فرشتها وامها عماله. انت عايز منها ايه بس؟ مش بتفطر وقهوتك معموله اهي. قومي خليها تتنحلح وتزطلها شويه. النتيجه لو بقت النهارده وابراهيم نجح هينكتب كتابها بكره، يعني هتعور راجل. صحيتي يا فهيم؟ ايه في حاجه ياما؟ مبروك. مبروك مبروك ايه ياما؟ لو ابراهيم ابن عمك نجح هتكتبوا كتابي عليه مش كده؟ طب على مهلك شويه لقلبك يقف بالفرح. يقف من الفرحه؟ مين اللي قالك بس ياما انه يقف من الفرحه؟ يمكن عايش معاه بظهره مش هشوف وشه. الله، ايه يا شاعر واقف كده ليه؟ عم الشيخ حامد صباح الخير. صباح الخير. ايه مال؟ مستني. مستني النتيجه؟ اوعى تقول لا، مستني رايك في قصيده جديده غير بتاعت امبارح. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه العظمه دي يا ابو؟ اتفضل يا ابني اتفضل، تعالى ادخل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده انا مستنيك هناك في الدار عندكم، وانت مستنيني هنا، والبلد كلها مستنيه النتيجه. بصراحه رايك في القصيده بتاعتي اهم عندي من راي الحكومه في نتيجتي. يا سلام عليك يا ابراهيم، يا سلام عليك يا سلام، كلك ذوق. الله، شاعر واديب، بتعطي لكل مقام مقال. حقيقي انت شاعر كبير قوي. هتفطر لي ابراهيم يا حميده؟ لا انا فطرت. فطرت ايه اذا كنت ما بتش في الدار خالص؟ قصدي مش مهم الفطار، المهم انك تسمع القصيده، وان عجبتك افطرك. لا تساعدني تقنع ابويا الحاج عبد الله ان اكمل تعليمي في مصر. يا وانا من غير ما تقول، هو ابوك برضه هيهون عليه، يقف في طريق مستقبلك. انجح انت بس ومالكش دعوه. يا ريت كل حاجه سهله زي الامتحانات يا عم شيخ حامد. المهم اسمع القصيده الاول وشوفني هنجح كشاعر ولا لا. طيب قول يا سيدي، قول يا ابراهيم. هقول. لا والنخيل التي ترعى صباباتي، ما خنت مهد الصبا اذ همت بالاتي. وهل تخون نخيل الحقل تربتها ان طوقت جيدها نجوى النسيمات؟ وهل تكون ضفاف النيل موجته وإن تناهى بها شوق المسافات؟ ذرى القرى مهد أحلامي ومرفأها، إن تعصف الريح بي يأسو جراحاتي. من الثرى طينتي فالأرض تجذبني، والروح تهفو إلى سمت السماوات. هي الثريا أمد الكف أطلبها، ولست أجني سوى وهم الثريات. الله أكبر الله أكبر، الله عليك يا إبراهيم، ربنا يكرمك يا ابني. لا ده أنت تستاهل فطار، وفطار كويس كمان يا حميدة. لا لا يا لا، مفيش داعي، أنا كده شبعت. يا ولا أمسك أمسك. شوف يا أم، المعدة تبيت الداء، وانا مش عاوز. مش عاوز ايه بس يا ابني؟ كل خد. مش بيقولوا يا ولد
كل ودك الجوة، إن ما بان سامني يبان مروي. أنا لا لازمني سامني ولا مروي. عشان كده لونك مقطوف وبتلق في الجلابية. بقى دي كلوة راجل دي يا ولا؟ كلوة راجل دي يا ولا؟ راجل وولا؟ طب تيجي ازاي دي يا ام ابراهيم؟ راجل قوي سيد الرجالي، بس مش عارف مصلحتك. امسك امسك يا ابني، ريحني ايه اللي هيريح بالك؟ امي يا درة التاج فوق راس هذه المجرة، يا قبلة الزمان. ايه بتقول ايه يا ابني؟ اتكلم بالفلاحي. بالفلاحي؟ اه. طب ما كنت علمتك لغة عربية وخلصنا يا حاج. يا ولا اقول 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 بالفلاحي. أمي يما 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 يا سكنة وش العلالي تاج، يا شمس بترش الدفا جنبك قمر اسمه عم الحاج. الحاج مين يا ولد؟ الحاج عبد الله يا حاجة. يا ولد انكسف على دمك، خد امسك امسك عشان العروسة ما تغضبش عليك. ليه؟ هي هتتجوزني بالرطل؟ أمرنا لله، أكل بالأمر وجواز بالأمر. شيء لا يطاق إن ربنا يرزق الواحد بأم وأب حنينين أكتر من لازم. ده جزتنا يا إبراهيم، ولا شايفة مش عاجباك؟ عاجبك مين في البلد غير مين زي فهيمة؟ هو أنا كنت أعرف فهيمة لما أعرف غيرها؟ دي ورقة الدخان دي؟ شفت الراجل اللي إيده مش هتندفن معاه؟ أنت أدخين يهو؟ عايز نشوف شغلي بقى يا سلام، وده مش شغلي عند الواحد، دي ورقة دخان؟ أمال ورقة بفري؟ لا خفف الدم يا فادي، خدها تغير. حاضر يا ندمة بيه، حاضر. حضر لك الخير يا أخوي. اتفضل. لولاش إنك بتشتغل عند حضرة العمدي؟ أوزن. حاضر. وريني كده؟ اتفضل. إيه؟ هدي؟ دي آخر كلام يعني؟ إيه أهل والسلام، أمرنا لله. برضك؟ أيته؟ تبقى الورقة السابعة دي التامنة يا حيدي. السابعة كده، قولنا يوم الخميس والنهاردة الأربعة. الأربعة يا أخوي؟ أمال إيه؟ الخميس الليلة الكبيرة. الخميس الخميس، وأنا يعني عقلي دفتر؟ لا عقلك مش دفتر، ذمتك هي اللي قاست. بطل يا تخين. نشن كويس يا ابراهيم يا ابن عمي. هي فتح عينك تاكل ملبن. معلش يا بيه، اوعى تكسفنا يا ابراهيم يا ابن عمي. هتيجي يا بيه، هتيجي. هي ايه اللي هتيجي؟ المره الجايه هتيجي. المره الجايه هتيجي وان ما جاتش تنشن تاني يا بيه. وان ما جاتش البيه نشن تاني وانت تعب. جرب يا بيه، جرب. العين اللي هتنشن بيها فتحها، الثانيه غمضها. غمضها؟ طب ليه ما بتناديش تقول غمض عينك؟ ازاي يا بيه؟ تنادي تقول غمض عينك تاكل ملبن، مش فتح عينك، ولا مش عاوز الناس تكسب؟ لا يا بيه ابدا، نقول غمض عينك تاكل ملبن، غمض عينك تاكل ملبن. مبسوط يا بيه. مبسوط يا بيه، مبسوط.
اقفل عينك الشمال يا ابراهيم يا ابن عمي وهي تيجي على طول. ما كل اللي بيقفلوا عينهم الشمال بيجيبوه. ان كنت عاوز تجيبها بشمالك اقفل عينك اليمين. انا مش عاوز اغمض خالص. ما هي اصول النشان يا بيه. ما هو الفراسه انك تعمل اللي ما بتعملش، تعمل حاجه غريبه عشان تاكل ملبن بصحيح، وساعتها الواحد يقول فتح عينك تاكل ملبن بصحيح. والحاج ده ما يحصل بلاش تكذب وتنادي غلط. حاضر يا بيه. غمض عينك تاكل ملبن، غمض عينك تاكل ملبن، فتح عينك تاكل ملبن. آه يا منافق. عثمان أفندي، عثمان أفندي. أهلا سعاد. مالك يا عثمان أفندي؟ الآن ليه كفل الشر؟ مش عارف تشوف ايه؟ لا أصل لكن هي عاوزة تشوفك الآن. ليه؟ مفيش حلاوة من غير نار. اسمع، عارف النخلة اللي ورا الدوار؟ استنى عندها وملكش دعوة انت، خلي الباقي على سعاد. بس يبقى للحلاوة. عثمان أفندي، انت احسن ابراهيم ابن عمها جاي، بلاش يشوف. مليانة دموع ليه؟ لا بس الكلام له معنى. له معنى ولا على الجرح؟ جرح ايه؟ لا تكوني زي اللي حب ولا طلشي ولا ليه طول ولا نمش. والكلام يحتار يطلع ما يطلعش. اهو انت ربنا مريحك يا فهيم. مريحني؟ هتقولي مش مرتاحه ولا خايفه حد يحسدك؟ يحسدني على ايه يا حسره؟ على ابراهيم ابن عمي. ربنا يسعدك يا فهيم. يقعد ينادي حبيب طهران.
بحب ابراهيم قوي كده يا فهيمه. ابراهيم ابن عم. ابن عمك وبس. حميد، لو انتي مطرحي تعملي ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ انتي ما حبيتيش؟ ما بتحبيش يا حميده؟ احب ايه؟ قولي ما تخبيش. لو انتي بتحبي وغصبوا عليكي تتجوزي ابن عمك وكان زي ابراهيم كده. لو ابن عمي زي ابراهيم ما احبش حد تاني ابدا. الله يكبر بخاطرك يا حميده. هو ابراهيم مش عاجبك يا فهيمه؟ ده ما فيش زيه في البلد. ولا انت بتغذي عنك العيب؟ هو صحيح ما فيش زيه. بص لشكله كده وانت تعرفي انه مالوش زي. مساء الخير يا حميد. مساء النور يا سي ابراهيم. يا سعد مساك. هي فهيمه مكسوفه ولا ايه؟ معلش يا سي ابراهيم، مالي حق. ليه؟ هو انا اكسف؟ قولي لها ده اللي كسف من ابن عمه يعني. وبعدين هتتكسف مني لحد امتى؟ ابويا العمده حالف ليكتب كتابي عليها اول ما اخد البكالوريا. وهتنجح ان شاء الله يا سي ابراهيم، مش كده؟ قول طمنا يا سي ابراهيم، ده احنا كلنا عايزين نطمن. عاوزه تطمني فهيمه اننا هنكتب الكتاب؟ طمنيها يا ستي، هنجح وهطلع الاول كمان. وهتكتب الكتاب؟ لا، ابوك الشيخ حامد هو اللي هيكتب. انا اتفقت معاه اتفاق، هو يكتب الكتاب وانا اسمعه اخر قصيده كتبتها، ويمكن انا اطلع الخسران. طمنيها يا حميده، طمنيها. مساء الخير يا حميد. يسعد مساك يا خالي سعاد. انت لوحدك في البراندة؟ لوحدي يعني يا خالي؟ لا بس اصلي بحسب ابراهيم افندي بيتكلم مع حد تاني. لا كان بيكلم. عاوزة حاجة يا خالي؟ فهيمة عندك؟ عاوزة منها حاجة يا خالي؟ لا عاوزاها هي. عاوزاها في ايه؟ سر بينك وبينها؟ ما بينيش وبين فهيمة سر. مين يا حميد؟ خالة سعادة؟ عمالة اتحايل عليها اقول لها عاوزاكي في ايه؟ مش راضية تقوم. حاجة سر يا فهيمة؟ تعالي. في ايه يا فهيم؟ ماني هقولك دلوقتي، بس اقول لامي واجي معاك. تعالي هنا تقولي لامك ايه؟ اني هاجي اقعد معاكي في داركم شويه. ما حميده معاكي هنا اهي. اصل دارهم لوحدها وهي قلقانه عليها. طب ما تغيبيش، ابوكي واخواتك زمانهم جايين. حاضر يا عم. يلا يا اختي يلا. هنروح فين؟ على داركم. دارني؟ ليه؟ مش انتي اللي قلتي؟ اني؟ قلت ايه؟ قلت انك عايزاني اروح معاكي داركم عشان لوحدها وحتى انتي قلقانه عليها. اني قلت كده؟ امي فهمت كده، اني اللي قلت لها. يلا بقى قربي واقفه ليه؟ تعالي هنا قولي لي رايحه لفين يا فهيم. تعالي بس وانا هبقى اقول لك يوم. اهلا يا رجال. مرحبا حضره العمده. كل سنه وانتم طيبين. العمده حطينا يا سلام. انا يكرمك يا عمده. اتفضلوا يا رجاله. بسم الله. تعال حق يا شيخ يونس، حاجه عمرها ما حصلت. الله 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 ينور عليك يا عمده. الصييت السنه دي ايه؟ بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا شيخ حامد اتفضل. ايه الشيخ حامد لوحده يا عمده؟ يعني انت عاوز عزومة يا يونس؟ لا يكرم المرء في داره يا يونس. الحاج عبد الله اخويا هو اللي دماغه شتى يا شيخ حامد، مستني نتيجة البكالوري. لا يا اخويا اطمن انت وهو. جهزوا انتوا بس روحكم كتب كتابه. انا حالف له ما مكتوب كتاب الا بعد نجاح. يبقى كلها الليله ولا بالكثير قوي بكره ونكتب ان شاء الله. يا سلام، ده انت قلبك جامد قوي من ناحيه ابراهيم يا شيخ حامد. خايف نقبك يجي على
طيب مش انت عمه وهيبقى جوز بنتك، وده مش ابوه اللي مربيه؟ طب ايه رايكم ابراهيم زي مش قبلها يا حميد، مش طايقه ابص في وشه. ما يعيبش الراجل اللي عقله وجيبه يا فهيمه، وبعدين ده ابن عمي. يعني اتجوزه واني مش طايقاه عشان ابن عمي؟ عمرك ما هتلاقي زي ابراهيم يا فهيمه. واللي لقيت احسن منه مين؟ مفيش في الجهه زي متعلم ومخه يوزن بلد. لا في، قولي لي بقى مين في بلدنا زي؟ مش من بلد. امال من ايه؟ من البندا. ايوه من جنبي ابن الملاحظ. وغريب كمان. ايوه غريب، انما اقرب لي منه حميده. انا رايحه قبله دلوقتي. وهيتجوزك؟ هقول يعني مش عارفه اذا كان هيتجوزك ولا لا. انا هقابله دلوقتي على الجسر وهبقى اقول. خلي بالك يا حميد، لو حد سال عليا هقول لهم قاعده معايا في الدار علشان دارنا لوحدي. يا بنت الجاي ما يصحش كده. وما كتبش ليه يا عم؟ طب والله وبعقد الهاء انا الودي ودي اكتب كتابه الليله قبل بكره. وما تكتبش ليه يا شيخ حامد؟ انت هتخسر حاجه. ده هيكسب يا عم، ده مش هيخسر. انا مكسبي يوم ما اشوف ابراهيم عريس. ايه السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا سي ابراهيم؟ ايه يا حضره العمده؟ حضره العمده حاف كده يا ابراهيم؟ حاف ليه؟ العمده غمستها بحضره، بقت حضره العمده. الله الله اكبر، سلمت يا شاعر سلمت. لا فضة فوق. لا فضة انت بقى يا شيخ حام، هتضحك علينا انت وهو. لا ما خلاص بقى يا شيخ يونس، انت مفكر يعني انك تقدر تزنقه؟ ابدا، ابراهيم ابن اخوك ما ينزلقش ابدا، ده شاعر. زنقته جاية يا شيخ حامد، طول بالك بس ما تظهر نتيجة البكالوريا. رياض انت متفق مع عم الشيخ يونس على زنقتي مش على جوازي ولا ايه؟ ما تخافش يا ولد انا معاك، بس انت عارف هيرشيك يا شيخ حامد. ما انا عارف هيقول لك شويه كلام فارغ. اهو قال لك شويه كلام فارغ. عجبي الشعر بقى كلام فارغ؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش ولا يهمك يا ولد، بكره يعرفوا انهم بيكلموا اعظم شاعر في القطر كله. انا هجوز بنت الشاعر على اخر الزمن. ما كناش عارفين انه هيطلع شاعر يا يونس. اديكوا عرفتوا احنا لسه فيه. ايه؟ لا ده انت باين عليك خايف من الزاد، لكن برضه هنزنقك. والله يا عم يونس انا مزنوق من يوميها، انما بقى من العار ان اموت جبانا. يجازيك يا ابراهيم يا ابن اخوي. ابراهيم ده ما يقدرلوش غير ربنا. ده ربنا هيكون معاه يا عمدي، ان شاء الله هيبقى اكبر شاعر في البر كله، بس برضه لازم يكمل تعليمه في مصر. شيخ حامد اعمل معروف، قلت ياخد البكالوريا واسمعنا كلامك، عاوز تفتح لنا باب تاني وتعرض ودانه؟ ابراهيم خساره يا عمدي. الواحد شش. بس يا ندامي خلينا نسمع. سمعت الرعد في وداني وانا جاي اشحت؟ انا عليا كام ورقه دخان؟ اوه تاني يا ندامي. نمره واحد احترم نفسك. نمره اتنين يا عبد الواحد. ايه يا ندامي؟ الله مين دي؟ مين ايه يا واد؟ ابراهيم افندي ناجح، الشيخ محمد وصل يبقى ناجح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا شيخ محمد. يا مرحب يا عم الواح. ابراهيم افندي نجح يا شيخ محمد؟ هو فين؟ الله اعلم. طب شوفوا اجري. يبقى خد البكالوريا مش كده؟ مبروك عليك يا سلام. الله يبارك فيك. مبروك عليكم كلكم يا رجاله. الله يبارك فيك يا شيخ محمد. اتفضل خد لك قهوه. لا اتفضل فين؟ اشوف لفندي الاول، ده انا جاي من مصر مخصوص عشان اقول له.
يا رب يا رب يسقط. خايفة اللي اكتبه كتابك عليها فهيمة. ده بيقول لو نجح هيتجوز. هو قالك كده؟ أنا ما بحبوش يا عثمان ومانيش عارفة أعمل إيه. لو أنا ما اتجوزتوش تتجوزني يا عثمان؟ إيه؟ ما بتردش ليه؟ خايف ما تقدريش تقولي لأ يا فهيم. ما تخافش يا عثمان، داني لو هموت نفسي مش هاخده. والله فيك البركة يا شيخ محمد، جاي من مصر على هنا طوالي ما حاولتش حتى على بلدكم. ده ابراهيم اخويا يا عم الحاج، ده من وانتوا لسه عيال في الكتان، فاكر يا شيخ محمد؟ بسم الله يا شيخ محمد. لمين دي يا سلامة؟ لا انا الحمد لله تعشيت خلاص. اها وده اسمه كلام؟ تعشيت فين؟ ده انت على ما جيت ماشي من البندر لحد هنا تلاقيك واقع من الجوع. مد ايدك مد. دي لحمة سيدي ماضي. وما كانش عشان خاطر سيدي ماضي يبقى عشان نجاح سيدي ابراهيم. نجاح ابراهيم افندي مربوط له فحل جاموس جوه. فحل جاموس مرة واحدة؟ يا ولا يا ولا. يبقى طبعا علشان النجاح والفرح. مبروك يا عمدة. الله يبارك فيك يا شيخ حامد. عقبالك يا شيخ محمد. أنا لسه شوية على ما أخلص الأزهر يا عم الحاج. طب يلا كل على ما أروح أشوف إبراهيم أفندي فين. لا 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 خليك أنت يا سلامة، أنا عارف هو فين. قال له عمره نخلة. نعم قال له عمره نخلة. نتسلق أيامه يوما بعد يوم حتى نصل إلى النهاية. ليتني نخلة ممتدة إلى عنان السماء حيث أتجه إلى الله دائما وأرتفع عن الأرض وأرى العالم من فوق. ليتني نخلة تستنشق الهواء وتلقي بحلو الثمر مما ينفع الناس والطير. ليتني نخلة تمسك جذورها في الأرض ويحلق رأسها في عنان السماء. الله الله الله. مين الواد؟ محمد النجار. ايوه محمد النجار يا شعر النخل. نخلة الشعراء يا شيخ محمد اللي ما فيكش خير. ابراهيم انا برضو اللي ما فيش خير. اقول له يا شيخ محمد. اياك يا سلامة اوعى تقول حاجة. ليه؟ لا ليه؟ انت عارف هو هيقول ايه الاول؟ اه هيقول ان انا نجحت. ايش عرفك يا ابراهيم افندي؟ خيبتك يا سلامة. الف مبروك يا ابراهيم. الله يبارك فيك يا محمد. اما اذا كان يسقط في البكالوريا ابراهيم هينجح يا فهيمة. هينجح؟ وبعدين هتجوزه؟ انت بتسأليني؟ طب لو قلت لامي مش عايزاه تخطبني انت؟ اذا خليك حوالينا في المود ما تروحش، واني بقى هشوف هو يعمل ايه وهقول لامي تخطبني انت. ما تروحش الا لما اقابلك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ابراهيم ابن عمي. متعلم اتريني يا بابا لا
الطعم والصنار قادرين يابا بلعت.